معلومات مخيفة عن سمكة البيرانا آكلة لحوم البشر. هل تعلم أن سمكة البيرانا الصغيرة التي لا يتجاوز حجمها حجم كف اليد تعتبر من أشرس الأسماك في العالم؟ بفكها الكبير المزود بأسنان حادة يمكنها أكل أي كائن حي حتى البشر. تعيش هذه السمكة المفترسة في حوض الأمازون وأمريكا اللاتينية وتتحرك في مجموعات كبيرة. تصطاد فرائسها بشراهة وتستطيع شم رائحة الدم من مسافة بعيدة، مما يجعلها صيادا ماهرا في المياه. في البرازيل حوالي 40 شخصا يفقدون حياتهم أسبوعيا بسبب هجمات البيرانا. إنها حقا كابوس يتجول في المياه العذبة.